لكن مثلا مازو مس الخير في الاول مرحبا بيس وانا غرب نوفا هناك كبد ما بو ساكين الساكين نكمل اين نبدا مسلاي في اللاس اسني لارفا اي قعدان في سنه التمثال ثم زوروث ذي القانون التفرانين اجديد اللي تموث ناغي من ايدي فاسودهم اونسيف ذو غوميس اونسيف تيدو دان الجزائر اما كان مسلاي غا في القانون داغنا في لابار وسلوين تيدو دان مسعب ماجي تبونا فين عنان الحساب في مكان ردي صاحن كل ولايه ودي تجمع تغرفان تلابيان المن الثفرانين 12 جوان ايدي هدون يوكل المسلاي في سنة تمسالاكي سين نلقاو الحرمة ساكي ديال بلاطو ارغورناغ جاينو تاز المات تسلم تاكو عدد شحال فردان غورناغ ذا سلماذ القانون من داو ليستاويث الجزائر مس موسى بودهان مرحبا سي مرحبا بك سي نور الدين بارك الله فيك شكرا خير الله في الدعوة تايا والتحية لك والاستاذ 11 عمر وتحية النغة نرسل كل مستمعينا وكل متبعينا القناة الرابعة داخل بران تموت وشكرا تلميس يعطيك صحة يميدو سير وما كان يدينا مس موسى بودهاني ذيك التمزور ديال بلاطون تيفيزون في سار أربعة نسان ذا سلماذ من القانون ديال تسداويث المسيلة ذي سلماذ القانون دكتور عمر حطاطاش مرحبا سي مرحبا سي نور الدين شكرا في الدعوة أول مرة للقناة الرابعة تحية زركي وإذا تبع قناة الرابعة داخل تمورتنا وبرا تمورتنا سناني مس الخير في اللون نحتار ذاقي غرون باش نفهم العباد شو نسنق القانون العضوي للانتخابات القانون تقسيم الدوائر الانتخابية تنميث مرحبا سون ذي سين ذوني هي ان ذون نغد دورتي قاعدان مسلاي دافين قلان ذا سنفارنين القانون تفرانين قاعدان وسخاموين على فن ومن بعد ميت يقبل وسخاموين على فن يفغد سودم اونسيف من بعد ميت يسلياو اثنين وسنوال تموت يفغد ذو غوميس اونسيف الجريدة الرسمية نال الجورنال اوفيسيال تيودا الجزائر انزار ذا شو قلان ذا جديد ذي القانون كين تفرانين ما هو كمس موسى بودان اي نقلان ذا ثرارة كنت قارم كنوين ذي القانون لكن تفرانين لان الفوت الانتخابات نشي ترى بلي اجي لاني ويتيت القانون والزمان نذكر الرقم نس امراء يوي الرقم 21 صفر واحد ويرقد الجريدة الرسمية رقم 17 ذي 2021 على كل حال يسيد باش هذه يطبق وهذه ينطبق وهذه يقول ما تأمك قار الدستور على كل حال في مخصص انتخابات نظام انتخابات ويني ودي شي شاو حس على كل حال يسيد مرفق يسيد بالتوازي نسقلي بعد يسيد ثاني القانون نشتي لن يطبق المادتين 124 و 196 سي القانون لا نذكريه 21 0 0 1 الثاني لان يخص التوزيع تحديد الدوائر الانتخابيه وتعيين او ضبط المقاعد اللان تخصصيه المشرع لكل الولايات الولايات 58 من راه ولا 58 غرنا الولايات وكل الولايات يشاس المشرع عدد معين سي ويناد باللي اقل شيء ثلاث مقاعد الولايات وعلى كل حال ثلاث مقاعد لان وين الولايه خص الشيء يخص الولايات التجديد 10 الا يستطلعين في المشرع جاسن وشاسن المرتبط من الولايات بكامل الصلاحيات المهم الامر هي كنت وي الرقم 21 21 صفر 2 ويرقد الجريده الرسميه رقم 19 دائما دي نفس السقاس دي نفس العام اللي هو 2021 متى دينا هذا جديد يناد باللي ان تنقص سي عدد المقاعد اللي يشيهن المشرع من قبل البرلمان وانتهت 462 اميرا يستنقص دي ولا 407 معناها الفرق اكدني غبرك الفرق انه القانون التفرانين الانتخابات من بعد 94 القانون الانتخابات الجديد يخلينا بلي يقد يأكد المناصفه جارني رقاد الخلاف ويأكد المناصفه داخل القائمه جارنا الشباب اقل من 40 سنه وهذا جديد 40 سنه لا 35 ولا 40 ولا 40 سنه يلزم تيلي المناصفه داخل القائمه وتيلي وذيلي ثلث على كل حال على الاقل داخل القائمه سي الكراءات يعني الجامعيين وغيرهم
إذا أن نحترم مبدأ المناصفة داخل القائمة، أن نحترم مبدأ المناصفة جار الشباب وبغيرهم، جار الشباب وغيرهم، وأن نحترم كذلك ثلث إلان يثيث الثلاثة في المشرع الخاص الجامعيين وإلى آخره. ثم أيضا أبا أنش متفاصل ثم مس بوذهن دكتور حطاطاش إلان القانون التفرانين نغن الانتخابات وسكوس 2016 ومن بعد ديال 2019 ميدوزا تسقاموس ديمونة يعني السلطة المستقلة إلا دغن القانون النظام ثورة يون القانون إيش نجم ناك يبيدا تاس بجديد هذا شو إذا جديد اللي يبين القانون كين أنت فرانين شكرا القانون الجديد الانتخابات يصدر الأمر 21-01 الجريدة الرسمية رقم 17 القانون الجديد ديال الانتخابات مقارنة ضد القانون القديم يقود كقراءة أولية زمرة سناني باللي يقود مجموعة من النقاط تجديدين نقطة ثم زواروث يوحد ديال القانون الانتخابات القانون العضوي المنظم للسلطة الوطنية للانتخابات يوعين ديول القانون وأدابتي ذي الدستور لأن الدستور يقنصن باللي يتنظم قانون انتخابات قانون السلطة الوطنية المستقلة بموجب قانون انتخابات خطر زي كلش السلطة المستقلة ولش تسقى موساكي تفرانين ومن بعد الدستور الجديد يسكشمت القانون الجديد يسكشم السلطة الوطنية داخل القانون انتخابات والتعديل مزواره اسمه تهي الضمانة مهمة لنزاهة العملية الانتخابية تصدق التفرانين تصدق التفرانين خاطرش السلطة الوطنية المستقلة اسمها المكسب انت في يعني دي يعني اني بدي احقق استقلاليه الجهه اللي تنظم الانتخابات كتو بكريد الاداره تنظم ثوره سلطه مستقله اداريا وماليا كسقه زي كذا اللي في داخل الحكومه ثوره تسقه متكين المس الشرفي اردينا في المندات سي كيفدو ارمضم الانتخابات انا سي بدو غمض اعلان النتائج النقطه الثامنه قالوا النقطه الدوزيام الدوي القانونيه يوز نظام القائمه المغلقة مع حق التفضيل المفتوحة مع دون مزج نظام القائمة المفتوحة دون مزج يعني ثورة هذه فوتي الناخب هذه فوتي في القائمة لكن ترتيب المترشحين ولش مزوار دونكار الناخب وين انا دي فوتان انت اللي يرتب المترشحين وثالث حاجه التجديد في القانون زمر اكس العيوب يتوغ القانون القديم اني توغ العباد الساغن تدو ليست ويسمى باش يقضون في الفساد الفساد المالي من البيع والشراء اخلاقه الحياه السياسيه كقرن اكس البيع والشراء النقطه الثالثه يويذ نسبه من الشباب لازم القائمه الانتخابيه ديال ديكس على الاقل ازغن 50% د الشباب الشباب يقلن اقل من 40 سنه النقطة الرابعة يشترط باللي لازم ديري الثلث القائمة الانتخابية سلك الجامعيين باش يزوج قرن الكفاءات قرن الكفاءات الخبرة الميدان يشترط ثاني القانون الجديد المناصفة قرن نرجاز الخالات خص يكون 50% لكن يفكاد القانون قبل انتخابات نوبريدايات تشريعية يفكاد كران تسهيلات ما لا يعاد خلال القائمة حرة القائمة حزبية والتوصلها لها باش يتحقق 50% المناصفة قرني رجاز الخلف يزمر يطلب نسق رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات باش يسنف كي إلى ليست لوتوريزاسيون باش ديكش من التشريعيات ما يبغوا تحقيق نرى شرط المناصفة النقطة الثانية ديكوي القانون الجديد ديكوي ذاك القرن لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية فهي الحاجة التجديد ذي الجهاز ذا جديد داخل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ذي الممثل مجلس المحاسبة ذي الممثل للسلطة الشفافية النزاهة ذي الممثل مجلس الدولة ذي الممثل العليا نعم لوزارة المالية إلى غير ذلك اللجنية ذي رقب باللي المال قدام الحملة الانتخابية المال ينضف ماشي المال لو سال ارجون كي قرن يخمد الحاجة اللي يعطي دوي القانون الجديد يويذ بالإضافة لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية يفكى
جميع الصلاحيات السلطة الوطنية للانتخابات سجميد يبدو إعلان الاستدعاء الهيئة الانتخابية غالما إعلان نتائج الانتخابات. دونك القانون يحاول باش يداوي القواعد تجديد باش دايرين الانتخابات نزيهة فهمت باش يحترم الإرادة الشعبية، يعني شوف فوطا نعبد ذوين يدي دي فغن صندوق الانتخاب. تنمير ولكن مسبودا انا كان عندناك مسحة تطاش يعني داين اري ضمن بليك الفوت تفرانين هذه اللي تزديهث هذه اللي انت تيماي داين يعني هذه اللي الصوت بوكيو من الشعب ار ديفون دوك الصندوق نعم. ولاش تاكو ارض الاصوات نعم وفي الحق ان لازم نوضح وان 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 ثلاي اول الا ان يلزم للشيء ضمن ربي سبحانه عز وجل صحيح السلطه يلزميت الدستور ويلزميت القانون العضوي تنظم الانتخابات باش تسهر في على شفافيه ومصداقيه الانتخابات دي قرن بعده اليات بعده وسائل طبعا قانونيه وسائل واليات قانونيه الاستاذ النغر سي عمر يثليد صحيح في الـ في الـ في اللجنه هاي لان اتيلي داخل السلطه كجهاز داخل السلطه اتصرف فيما يخص خاصه مراقبه اموال الحمله الانتخابيه والتسنشه من اي جهه كانت بلا وخاصه الجهات الاجنبيه وخاصه دول بيكون فيها بخرى اللي ربما خاصه غندق التغيوذان ونوجه التوجه الى ونخدم ان شاء الله الاستقرار يدمر الى اخره وين الشيخ في القرار يعني باب لازم هذه يبد في باش هذه يحافظ في الصوت الناس بعد يعني انا نتشك كمواطن لازم تمارس المواطنين وهذا حرصك باش الصوت ينو هذا يروح على داني خصك على داني هذا يروح على الوداني اللي غنمثل اذا غادي ندافع على فلان اذا غادي لين المجالس التي غرسن فعلا المصداقيه التي غرسن الاراده الشعبيه هذا وين الاراده الشعبيه سي الشعب بكل نزاهه داين باش هذه الاشياء يلزم القانون تنطبق بحذافيره ونطبق شاشي ونتجاشي يا نطبقوا كل يا نجاوبوا في الحاله هذه اسمها لا قدر الله بعيد الشر معناها ونرقصي المتطلبات من دوله القانون دوله القانون لازم نخضع كلنا القانون نخضع كلنا الدستور والقوانين كل القوانين لازم تلي طبق عن طبق بغير ما نلحق على مخران القوانين هو الدستور هو قرناس نعم قرناس هرميه القانون او امكي كنا كيلسن هرميه القانون القانون القاعده الادنى درجه تخضع القاعده الاعلى درجه وهكذا بغير ما نخضع المهم قراك ما نخص دولة القانون ما نخص الانتخابات غاديين غرسن الشفافية والتي غرسن المصداقية ما نخص فعلا مش قولا فقط ما نخص فعلا نروح المؤسسات قوان مؤسسات مارسة المهام نسن مؤسسات هذا قنت الرقابة في الحكومة خاصة البرلمان الرقابة في الحكومة باش ما تروحش على الفساد الا ينتشر يمرا يا اخي نزرى مكش الوزراء نزرى وزيرين اولين نزرى ولات نزرى اطارات سامية نزرى رجال اعمال نزرى تقطعيث شخصية اللي تورط دي الفساد بسبب الانتخابات بسبب الفساد المالي بفساد سوء تسيير اموال الحمله الانتخابيه وين شال المشرع يعني يزير من الحال هذاك يوم نسمو مسن يعني ودسفانر الوزني ساكن عند هندس روح انا قبل ديت نقيطا كي مس بودان دكتور حتى تشيني ما بعد نكمل ديت مسلتا كي صور ديم المسلي في صور ديم كي يوم سن وكذا كي كسف صدن ان نسالتيث يعني السياسه لا ممكن كي قارن يعني ثورا هذه لك تقرض هذه لين ديلن لي كونطابل اثنين اري اي تسع سن ودي في كاني صورديين الوار صورديين وقال لك سيري اين يعدين 100000 الى قاتي ديكلار ياك على ديفان مسلي عطف نقيطه كي صورديين سنقي تاكيد حاجه تجديد القانون الانتخابات والحاجه العالية كي قال الاستاذ بودهان موسى الدكتور يهضر في نظافه العمليه الانتخابيه خاطرش الجزائر نسعى توجور الازمه الشرعيه للمؤسسات
و توجور الانتخابات اللي قدام داك التهمه التزوير باللي النواب يدفغن ماشي ممثلين حقيقيين باللي الانتخابات باللي الانتخابات زورنت ويك خمنا ويكش من انتخابات وي ذاك يسعدنا يسورديين سغاني مكنسن سغان عباد زور الانتخابات ثورة القانون هاكي يسيا باش يخدم لي ميكانيزم يقلن ضمن عن كل اشكال التزوير العمليه الانتخابيه اي كومبري تمويل الحمله الانتخابيه. يفرض القانون اولا يحدد السقف نيسورديين شحال يلزم يصرف الحمله الانتخابيه الانتخابات المحليه الانتخابات التشريعيه الانتخابات الرئاسيه. هذا السفامي وكذا غادي تكون اشحال يعني السقف هكا السقف ذاك تجمع النواب لابيان. تجمع النواب لابيان يلزم اللي تعدى 250 مليون يون نكرسي على حسب العدد الاعضاء القائمه. بالنسبه للرئاسيات يلزموا يتعدى راك الدور الاول مليار و200 الدور الثاني مليار و400 والانتخابات المحليه ثاني حدد السقف شحال كل كرسي. الحاجه ثم زكاروت الحاجه الدوزيام يفرض القانون باللي كل قائمه انتخابيه يعني سواء القائمه ليبر حره يعني القائمه حزبيه يلزم اوبليغاتوار يخمن الامين المالي للحمله الانتخابيه دوغي هذه سميون ارايلين دنسا اري حسبن اشحال يصرفن نسيتني دبوين وين داروا اش تقول ويلزم يلزم دي الكونت بونكار والكونت البنكارية الامين الحملة الانتخابية انت اللي تصرف واسمي ديك الانتخابات يلزم الامين الامين المال الحملة الانتخابية يلزم باش يخدم ان رابور ويلزم الحساب الحملة الانتخابية ديال ديفيسيتار يعني ولاش حساب ديفيسيتار يعني باش اللي يقدموا للمترشح باش يصرف بمصاريف اللي ما يقابلهمش مقابل مالي. والاخر يلزم يلاقي صور دينيك صرف ديال عندها نصرف يعني انا عندها نصرف والامين الحمله الانتخابيه يلزم اللي يقدم الرابور محافظ الحسابات كوميسار كونت كوميسار كونت بعد محافظ الحسابات بديك سنه العمليه الانتخابيه يلزم يخدم الرابور يلجنة مراقبه تمويل الحمله الانتخابيه دون ان ديلي دو موا لانسي لي زورغانيزم يعني سين دي زخوما يون هذه يتصرف يون هذه يتحاسب اندا يروح اندا يروح نيسوردين ويسمح القانون باش يدير لي دون الهيبات باش يتلقى المترشح لهذ القائمه لهذ الحزب يتلقى سكلي ميليتونيس الهيبات باش يعاون الحمله الانتخابيه لكن يشرط القانون ان بيس كونتابل من مي قعد المبلغ مع الدون اكثر من 1000 دينار اكثر من 1000 دينار يلزم ان بيس كونتابل سوا فيرمون نير شيك نير دو كونتا كونت نير المهم لي ان بيس كونتابل دي ميزيرا كل الهدف المشرع زكسن باش دي حدد المصادر من تمويل الحمله الانتخابيه والتقيمه نتاعها الظاهره يتوغن زراك الانتخابات اللي قعدان من العباد يقول لنا صرفن بلا الحساب بلا ما يعلم تاني سي دكويني صوردين ميسي ساغن الاصوات من العباد ميسي خدمن لا بيبليسيتي بطريقه مخالفه للقانون اكسيتيرا. دونك القانون هاكي وكانه المشرع يزرع السلبيات اللي قدام الانتخابات اللي قدام يحاول باش يستخدم الحلول القانون هاكي ومن هي الضامن اني سهر في تطبيق الاحكام هاكي للسلطه الوطنيه المستقله للانتخابات تقلان مستقله اداريا وماليا سعى تو لو بوفوار ما تزرى لان تجاوزات سعى لا بوسيبيليتي باش يخدم اختار يوكل الجمهوريه المختص اقليميا ويخام الشرع ويفكاد القانون هاكي لي زارتيكل واحد تقريبا 25 و 30 ارتيكل تجريم يحدد الافعال يقلان يجرمين القانون يقلان مالي ارتكبين العبد سوا المترشح نيغد لا ليست نيغد الناخب نيغد مؤطر العملية الانتخابية يزمر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يستعمل السلطيس ويخبر أخام الشرع باش يدير المتابعة يعني يحاول القانون باش يمد الضمانات من أجل يقارن نزاهة العملية الانتخابية باش يدير الانتخاب ينظف ولا شتيكس
ولما الشائبه لان العباد يطعنن بالمصداقيه الانتخابات. تنمية صدق ما ديش نتاسفا كي مس بودان نانيك دكتور حطاطاش يناد بليك وين نادي يقدم لي ماني صغار الفوط يسعى الحق وكنا اسعي ونص صردي نعم ذنوا يكزمرنا ذا يعاون ولا يقدم لنا الفوط اما ذا كفر اما ذا الحزب اما ذي مونا نعم شوف استاذ برك نشاهد ذنوها استدخل الاستاذ عمر خاصة سيما قلت لها في الآليات إلا أن أنا وين تغلى انتخابات نزيهة وغرس المستقلين سواء أنا وين بالتالي أنا وين تغلى المؤسسات أم كي قرار شرعية وغرس الإرادة الشعب رقنت يعني مؤسسات رقنت الشعب قلت لها في التمويل التمويل يشرح حيث بارك الله فيه وكذا ولكن أدرني حاجة تمزان بلي التمويل خاصة غادي تسنس دول منظمات برا اني اكيد بلي هذا يلاديس الاستغلال ويلاديس التوجيه ان لازم نرد البال ان نقل بالنا ونحتاط شي شيء ونقبل شيء اي تمويل ولذلك المشرع يعدد القانون يستعدد القانون تقطيع الاليات وان بلي يحظر حظرا مطلقا يمنع منعا باتا تلقي تمويل من 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 دول مهما كان ايفرانيين وسعاني الحق وكنا دعونني زايريين زايرين بارك الله بينما ذي كوين راه صرفان دي عيان الفوت بالضبط يعني ولا يعاون ذا زايري يعاون زايرين ايضا ايفرانيين وتشمنا لي منسن بالضبط اما المواطنين الا دي برانك تقارض فعلا غرسنا الجاليه غدا غرسنا دعونا يعني سنيت ما سنت والمورد غرسنا المول اذا سمعت هذا مول وهذا عون بس سواء هي اللي غترشح في الجاليه دورنا ماني غدا يغل داخل ما كاش مشكل اميرا امكني فعلا المبلغ نتاعك اللي غادي يعدى هذه تجاوز 1000 دينار لازم اروح هذه يصرح بابنس وثيق ذي حساب بريدي حساب بنكي باش انسن من مصادر ثلاث مصادر التمويل ويني يسعى باش لويتي كان سيتي كان قال لا تراصه بيتي نعم ولاش استغلال نير التحايل نير كذا كلش باين ووضح وين كان شي ننتقد الحكايه 1000 دينار نبلي بلي مبلغ قليل يعني المفروض ان يطلع قليل مثلا مليون مثلا هناك دكتور حطاطاش هناك يعني يول امكان يولا خذا 250 250 مليون بالنسبه للمترشح للتشريعيات في المقعد صحيح يول مقعد يول مقعد اذا 250 مليون يا اخي انا شخص عاون غيشت وكذا منا 1000 دينار متغصتك يعني مبلغ ضئيل مستقبل ان شاء الله غير رجع قانون الانتخابات يلزم نطلع منه الحاجه الاخرى ودائما تتعدد دخل ضبط مساله تمويل الحمله الانتخابيه وغيرها وباش تلي في شفافيه تامه يناد باللي اي مبلغ يكون اديري زايد في الحدود الاقصى اللي حدها المشرع مثلا يمكن الاستاذ مليار و200 في الدور الاول بالنسبه لانتخابات رئيس الجمهوريه ندق له هذه عداس اي مبلغ ضايز المبلغ يروح على خزينه الدوله ولو انه يسعث باب يعني ملك بابنس ومع ذلك المشرع شدد وينا بلي ما دام الحطاري مشى السقف الزياده يلزم تروح للخزينه الدوله ممكن يتعرض للجزاءات وتبعات اخرى نفس الشيء بالنسبه للانتخابات الشرعيه ما يعدى كذلك المبلغ اكثر من 250 مليون زايد يلزم تروح المهم يشدد المشرع وغرس الحق لانه الخلفيات والماضي القريب ذوي شيء جان المشرع هذه تاخذ الاحتياط هذا وهذه روح التجديد هذا وغرس الحق لانه نزرى فعلا اذا انت وين كركرن الشكار الملايير المليارات السروسان ورفذا بلا حساب بلا رقيب بلا كذا ايوان ايوان ما تغني وين ولا نحفظ سيكوين لازم نحفظ الدرس خاطر اذا صغير نزري مكشا صغير راس القائمه سل الملايير وان على كل حال الحبس ونجين ونتشفاش هذيزن وانما هذه الواقع وهذه الاحداث وهذه المسائل كلها باش نستوعب هذا الدرس ونتكررش هذا الشيء اللي يوقعنا.
سؤال كاستاذ نور الدين اذا سمحت، اذا ممكن يعني تذكرني به خاطر تو قليل نسيت. راك انا وكس عن الحق يوكنا دي عاون المترشح انا ودي قبل ما ذاك. شلنا الجزائريين في بعضها ما نجمعها الاجانب والغربيين. خاطر اسقسيك شي راك دكتور يدرى تيكوبانيين لي سوسيتي ساعات الحق يدرى تسيدو كلي وين لي اسوسياسيون هذا وكس عن الحق نغ ذمدان غير سمدان. انت لي سوسيتي دولا واش تسمي حال القانون ويني باغ دينا دان وكس عن حق هو كان اللي يعاون دكتور شينا ثاني تفضل دار الفوت دان هو كيعاون هذا راه زايري تا فاميلتينيك دي عقال نتو شولتينيك دي مدوكاليك ناغ تي كوبانيين لي سوسيتي ناغ لي زاسوسياسيون وكس عن حق كيعاون القانون زايري بعثون يسمح حسن القانون باش يعاون الحمله الانتخابيه ويمد الهبات لي دون من هي لان استسمح على القانون المؤسسات الدوله سواء مؤسسه اقتصاديه او مؤسسه اداريه نغ استعمال اموال الدوله الحمله الانتخابيه يمنعات القانون ويجعلات الجريمه يتعاقب في لاس القانون يخص القانون ديال الانتخابات المواد 276 عام 313 الجزاءات يعني جميع الحوايج قلنا نهار الافعال قلنا ذي مسن نزاها العمليه الانتخابيه نظافا العمليه الانتخابيه يعاقب في لسنه القانون يكومبري ثاكي مي شركه خاصه تبغى يعاون غير مول الحمله الانتخابيه سالحق سالحق او كان ماشي دي صور ديال الدوله البايلك الجزائريين اي روحنا بشروط ويلزم لي بياس كونطابل ويلزم التعداره ولاش صور دي وفير ونفرق ولاش صور دي وفير وبشرط يحدد القانون السقف الهبات الا 30 مليون الى 40 مليون ويتاع الديره 40 مليون ويتاع الديره وما الا يون يفاند باللي كيستخدم ما كاتورا بنتمسلا في 12 جوان يديهدون وين راه يستخدم النيك 250 مليون وين راه يستخدم اشو يزم راه يستخدم الشرع اشو يزم راه يحكم في الشرع الشرع يخدم احكام جزائيه يخدم احكام جزائيه لو كان ذي الرابور التقرير المالي ذي مد امين المال تحت اشراف محافظ الحسابات هذه باني صرف 251 مليون باش يسخدم والصداقه راه لجنه مراقبه التمويل الحمله الانتخابيه والصداقه راه في التقرير والصداقه بزاف وقبلنا راه رابو الناس هذا راه اسك سلام كانيس اثرنا الحفص هذا حكم من فلاس وصور ديال الخطيه وقبلنا راه الرابوريس ومن بعد ما قبلنا الرابوريس ما يبغى يقيد النسبه الا تسمحاش باش يديوي التعويض قدو لها 10% 20% ريكيبيراسيون شو كثر في الحمله الانتخابيه يفقد الحقايا إزمار سكسنا سيني نخسر الفوت يوني ربحان يوني يفدد الفوت يحلى دن كان يسفوتا في الاسم الدن اللي يوغال ديبوتي يفاند باللي يصرف اسمحيك يصرف النيق 250 مليون يا دراغات سخسران اثونا الحفظ اسكسني صورديين اش اسخدمنا امك تخطي القانون يحدث لانت الحالات اني قلا لكوندناسيون وخام الشرع وتاثروا له في النتائج الانتخابات ولا انت بعض الافعال اللي يسموا لك فرا الوقت باش تدير ديطاي يعني شو دير هذا القانون اسكسنا مكانيس لا انت بعض الحالات يقول لك اسكسنا مكانيس انت شو الحاله هذيك الحاله هذيك اميون لا انت بعض الافعال يقول لك ام ارتكاب العنف داخل مكتب التصويت ها وكذا في سوردي في سوردي في لو مثلا غادي يستخدم الاموال الا انت سندد في التبييض ما يسمى التبييض تبييض الاموال مثلا ملي غادي الاموال اجنبيه مثلا السورداني الا كذلك بغير الطرق والاليات اللي نشرح القنوات الرسميه بارك الله فيك واعمال اخرى هذا الشيء كل غاتبع عنده وما يشتا ثبت ازمار اثرنا الحفص اولا سكسن اسمح لي ناسكسن مكانيزم ديبيوتي اولا سكسن مكانيزم باش من بعد تسهل متابعه القضايا وتلي شغرس الحصانه اكيد هذا وين مباشره يستعمل متابعه المشرع دون الاخلال بالمتابعات القضائيه الممكنه يعني يزمر راسي يروح مكانيس وزائد كلكو ديباسمون قال تمويل الحمله الانتخابيه قال ودي ترتبوا له في لاسنت سكسن مكانيس بس لانت الافعال ام التمويل الاجنبي نغ مصادر غير مشروعه
شرعي صورين سندس طبيب الأموالنا زمرنا سكسنا مكانيس زايد المتابعة القضائية. شوف ونسمح لك أعاون صورديا دي ليس دينار ماشي صورديا براني ماشي صورديا براني ماشي صورديا براني حساب مفتوح أمام بنوك الجزائر الوطنية دينار الوطني. أذرني الحاج تيش تبارك إذا سمحت أستاذ نور الدين دي شروط ان ترشح البرلمان وين خصني ترشح البرلمان لازم هذه لي نظيف وتشهد في الناس المحيط الناس الاجتماعي وكذا وماشي ذا موكار مثلا ماشي موكار واللي تخلطش المحيط رجال المال تاعهم اللي يكون وسخ حشاك ولا فاسد ولا وثقت عين شروط ويلزم هذه ذا خلق حسن وكذا لانه ثلاث في الامر يا المرض قاعد انه صعب باش تثبت الحق خاطر الطبيب انشا الشهاده قال طلب شهاده حسن السلوك والاخلاق وكذا انيني بالك نحوس في الجهه هذه اللي غتصير ولكن المشرع ندم باللي هذه لي حسن السلوك والاخلاق وديني ولي تخلطش المحيط ايني فانا في القانون اي واحد كل وخاصه الامور التمويل التمويل خاصه التمويل هذا غادي سي 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 مال فاسد وامره اذا ام كي قال الاستاذ نعم باب لا تجريد النائب اللي تحصل على النيابه بطرق التوائيه بطرق غير شريفه غير سليمه أسكسنا مكانش ولا ونحتار تحتفظ الدوله المتابعه القضائيه ساعدين ان شاء الله. ما تسمح لي النقطه كي الارتيكل اكزاكت كيهضر في الحاله كي الماده 310 قالك لا يمكن باي حال من الاحوال اذا ما صدر حكم بالادانه من جهه القضائيه المختصه تطبيقا لهذا القانون العضوي ابطال عمليه الاقتراع يعني الاتخاذ قرار صحيح الذي اثبتت السلطه المنتخبه صحته الا اذا ترتب على القرار القضائي اثر مباشر على نتائج الانتخابات او كانت العقوبه صادره تطبيق الماده 297 يعني ثلاث سلطات تقديريه يخم الشرع يا اسكسنا مكانيس نا هذه قيمه ديبيتي بصحه تختي سوكوت بصح الاختيار ما يكفر الموندايل ما يكفر الموندايل شويه خاطر يسان العنايه يسان لي ليميتي الحصاله هاد النوار تورا ديما نقب ديك صور دينا خاطر وكيك اذا مقارني الساس وسوري فكيان الفوتي وكني الفوت هذه اللي زديك ماشي دي صور دين هادي ملان دا الوايرين دا هو يتسالينا دا هو يخسران القانون كاين جديد سلوين تيودا مسعد مجد تبونا ما كان يدينا بليك يوكن هذه في كفو ذئي المزيان هذا الشمل نغار سنر نتسالفي في السياسة يناد بليك ذي الدولة أثني عاونا ذي الدعاية للفوت المزيان ندور 40 يسوكاسن أم كيف نتعاون الدولة واش حالة سنتفك أمكن نتعاون الدولة قبل ثاقي نبلي القانون الجديد للانتخابات يشرط باللي يلزم ديري سيكلاليست قائمة تاع المترشحين لي كونديدا إلين على الأقل 50% 50% ديال المزيان ديال المزيين أقل من 40 سنة أقل من 40 سنة إن مزيان أقل من 40 سنة يفكسن القانون الحق باش نتعاون الدولة نتعاون الدولة لامبريسيون باغ إكزومبل لي زافيش الحملة الإنتخابية نتعاون الدولة كراون القاعات راني خدم من الزوان داخل من الدعاية اللي خدم من أنا عندها داخل من الدعاية يكراو القاعات يكراو لي بيرو عندها داخل من الدعاية دوية يخدم القانون يعني الطرق اكيد يعاون الدولة سوردين خطير الشباب ماشي سي سوردين اسمها الدولة سنتسلك الدولة سنتسلك الدولة سنخلصنا في زوان الى خم دعاية عندك انت تصورني فالاسيوت طبعا البرامج خاصة الحملة الانتخابية يخص المترشحين المستقلين الاحرار يعني يايني غاس نتضمن توزيع البرامج الانتخابية نسن على مستوى الولايات واللي شام الحزاب وبالمناسبة المترشحين مش تاد الشباب مش تاد أقل من 40 سنة داخل القوائم الحزبية ونتعنيش القانون القانون يخص غير فقط المترشحين الشباب إلا ذي القوائم الحرة ويفكد أن مسفيد مسبودان اسمي قلا يدنا بروفيسور محمد برقوق إن نندب لك الميتين كني أنا يجمع أني ماشي تزردات صحيح ماشي أدي وكان وشي أدي ياسي وكان أدي سفام أيدي ناس أدي سفام ذا شو يبغان تخدم وماشي وكان تقال الزردات صارف لي سوردين والدولة كذلك الإمارات الحملات الانتخابية
يوقع التركيز باللي ونستغلاش الظروف الاجتماعيه المواطنين وكذا، ونتيرانش في الوتريه في كذا. في الدول انت غادي تكفل شك كمترشح اوث في اوث في المطالب المشروعه على المواطنين، اما المطالب اللي لن دول الادارات نفس المؤسسات نفس كيف الشيء وتنجمش تزايد في الـ في الـ في المؤسسات دول. مثلا الجانب الاجتماعي سيمان قال وزاره التضامن والشؤون الاجتماعيه والعمل وغير وغير ذلك، المؤسسات الا تكفل ولا تقطعي الجهات الا تكفل الشيء المترشح واللي تنجم هذه يبنى البرنامج البرنامج الانتخابي غير فقط في المجال الاجتماعي، يستغل الظرف الاجتماعي الا يقراك الموضوعيه ام الدين مثلا ام اللغه ام كذا باب الناس اللي يستغلش الامور ولا يخدم يميس هذا يخدم يميس سواهي نتسارت برنامج يكون معقول وكان اتيس فامي زايرين وكان اديوان اجديد بالضبط اكيد كمل صايبر كسر البرامج يعني نصيحه لينا والكل واذا الكل خصنا ترشحن البرامج ما الا خصنا نفهم اذا ذو قرنسن وان فهمن يلزم هذين برامج واقعيه برامج موضوعيه برامج تقبل التطبيق ذي الميدان وشي غير برامج هلاميه برامج فلسفيه برامج نظريات وجنة يلزم باب الناس قرار كون داوي غير الجنه هذاك ايوا بارك الله فيك النقطه دي اسمها سعى الارتباط النقطه دي مام يمنع القانون يونا ذي هدد المستخدمين الموظفين بفقدان المناصب النسن لو كانوا تصوت ناري فلان يا فلان ذي الحاجة هذيك يعاقب عليها القانون يعاقب الناس القانون وإذا يتوعد من العباد سي مو كانوا خدامين غس الوظائف يعاقب الناس القانون برمي الافعال اللي جرمين القانون المواد خطر تجعل الرشوة تجعل صورة من صور تجعل هكا فهمت هذا المسألة ديما فين يعني عندها جديد القانون لكن المسألة ترى في المصير ام خدمات داون دولار وكنا سيناتاس 50 50 تنط بالك في لاك اكسبسيون ما الا يوت الجريدة ونصور نار ادخل من لاباريتي ادخل من 50% ديال المزيان 50% الوياض وما الا دعنا في تراوين داني ويوفانا ري وكان ادخل من 50% ديال الجريدة سيراوين 50% ديال كازن ندي ازمان حال هذا رحنا لاني إوا كان سنتيني أتعدي الجريدة ليا أدرشحني ما نسنقاس ولا ما ولاش شروطك. الأحكام الإنتقالية دوسان القانون الإنتخابات بمواد 215 غماد 200 315 غماد 321 إفكاد كران المرونة كران لا سوبلاس خاطركش لان الاحزاب يشتكان لان ربما المترشحين شخصيات وطنيه الناس باللي الشرطيان 50% المناصفه غير الخلاث ديال كازن شرط شويه تعجيزي والحال يزرب مالا القانون يفكاد امكانيه باش القائمه كاستثناء القائمه الحر الحزب يقلن وليوصل لها باش يحقق المناصفه 50 50% يزمر يطلب سجل المنسق الولائي السلطه الوطنيه المستقله للانتخابات الولايات باش يدي فيك الترخيص باش يديبوزي لا ليست الترشيحات ما يبغاو التحقيق راه الشرط المناصفه يا خدمت كاستثناء الانتخابات هي مزوره التشريعيه تاكي المحليات اللي تدون 12 جون 12 جون باش الي تيسير من بعد الانتخابات اللي دارت فير من اول انتخابات هي ديولي الشرط تاكي الشرط صار مناش ديك الاستثناء أما الخلف يعني في رؤونا بعد يعني غير المزيان لا استثناء الخلف ولكن المزيان ولا استثناء إلا قادي ندور 40 50 ديال المية ليست 50% أو كي غفينا الشرط يعني القراية يعني غنسوير القراية يناد بلي كي راق أمور ويس ثلاثة إلا قادي يزيد ويك هذه ديفرونس تداوي تغران هذه الجامعة كرؤوس نعم نشترى غديس بلي المشرع يمرا يلقى نوع من التوازن داخل القائمة المترشحين يراعى الجانب الخالات كذا يراعى الجانب الشباب ويراعى كذلك وخاصة إذا أصحاب الكفاءات أصحاب الشهادات والمشرع ذي تفصيل شاينا بلي الجامعيين اسمها أما العنصر الأكاديمي واليوداني تيلين الجامعات يمرا غير سنة مكان ومكان محترم للقائمة وأمكنني فعلا على الأقل
ثلث على الاقل بالمناسبه امور يعني ويسلاثا ولا يخص دافيد بودي يعني مدروس مدروس امور ويسلاثا قادرين اغران ذي السداوي بصح ما ينجم حد هذيك القائمه كل كل وكل الجامعين فخير وخير الوغار يوم الشرط اتصي كفرن يدينا يعني وزميرنا راه الشرطه كاين 40% الشرط 4% ماشي توكس الشرط 4% يقيم يقيم اي كفرين يقلا الا القانون الا القانون الشرط 4% يعني اي 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 حزب يباديك شمق الانتخابات يزمش يتوغ الانتخابات اللي قدام التشريعيه يزم يدي يحقق 4% اللي ساعي المستوى الوطني 4% سجل الكتله الناخبه سجل لكن الشرطي خمس القانون الاستثناء الاحكام الانتقاليه يفكاد نوع من التيسير انك يسخف تاعكم يسخف شويه انك باللي الحزب يقول له اللي سعره شرطاكي يزمر يجمع الاستمارات ني سيناتور لي سيناتور راكي يجمع 25000 استماره على المستوى الوطني 25000 اللي يجمع الدم تاع على الاقل 23 ولايه وكل ولايه دايرين تدقس على الاقل 300 توقيع اسمه الشرطي يخف شويه الشرط 4% باش يسمح العدد ضم قرام الاحزاب السياسيه باش يزمر يكشمن الانتخابات هكي باش اللي يعني المنافسه قار الاحزاب مره بالنسبه للقوائم الحره ثاني خفصت القانون الشرط اوليو باش تجمع 250 استماره توقيع في كل سياج يسمح القانون يخفض العدد ديا 100 توقيع على كل فمكان يعني بار اكزومبل كي الولايه نصطيف الولايه نصطيف فيرمي دي صدر القانون تقسيم الدوائر الانتخابيه سنقصناش المكان 19 15 ولا 3 الاحتياط صافي ولا 18 يلزم يوني نكشم الانتخابات الولايه نصطيف بار اكزومبل قائمه حره يلزم سيدي يجمع على الاقل 1800 1800 هذه بار اكزومبل 40% امشي اليوم مس بودهان 40% اي كافرن يسكن الفوت عندهم بصح اي كافرن جديدا يعني بارتيين جديدا أمي كانت سكينة أمي كانت الشرطة كي يخبرن جديدا الأحزاب جديدا اسمها عوضة القانون الشرط 4% الشرط نجمع نسينات أتان لقيت بعد في مسافة واضحة باللي هي القانون واللي يقيش الفرق واللي يجعل واللي يثلاشها في الفرق جار الحزاب سواء تقديمين نغتيجين تمقران نغتيمزانين واللي يقشى الفرق ذاني وين دربعان نغقل يقيد في الحزاب كل على قدم المساواة باش هذا انطلق كل سيقيش المكان ويناد باللي واللي يعود الميرا بالتلاشة في 4% الميرا بالتلاشة في 25000 نعم بذكر 25 بشرط توزعين في 23 ولاية وعلى الا يقل عدد التوقيعات عندما تقريبا مترشحين الحرار وانما الفرق مران كيني غير القوائم الحره والقوائم الحزبيه هنا 23 ولايه لازم ديال كل ولايه 300 توقيع على الاقل اما الاحرار من خصنا نقلل المقارنه الاحرار والغرسن اولا الغرسن 25 ولايه غرسن فقط 100 توقيع هذه تاوين سي الدائره الانتخابيه لان ترشح نديس الولايه خاطر كل ولايه الولايه بارك الله فيك من الولايات ما تخزن وثلاث الدائره الانتخابيه يمرا نمشي لنتراجع سي المشرع باش هذيك دائرتين انتخابيتين او اكثر ان كيقر القانون العضوي تنظم الانتخابات فاذا به داخل الولايه يمرا يجي تامين يجي كل الولايه لا سيكونسيبسيون يمرا اما خصنا نحسب انا ما نخصنا نحسب غرنا 400 لا غرنا 462 هاد نوغال التقسيم من بعد انا كنكمل خاطر نجاو من بعد هاد المسلمات بغا ما في فلانيا في سخا مساكيت السلطه الوطنيه المستقله الانتخابيه تيمون التفرانين ند بلي كيف كان سيف كاس دستور جديد في كاس تاس الجهات الصلاحيات ومن مي كان مس يعني محمد شرفي سادس الوين تسخا مساكين في الدار 15 المندوبين يعني دي الولايات الملصقين الولايات 16
اه ومن بعد اني تورا الخدمه سن اثن تفضى اقرا غوساني كان تعاود ثموالي ديال الجيداين فوطيين يعني المراجعه الاستثنائيه بويكو كادي كلان دي كل تاغيون ام شارتي لي الخدمه نتسقى موساك تسقى موساكي في قرن سمات القانون السلطه الوطنيه المستقله للانتخابات وين السلطه كي الناس القانون بلي مستقله اداريا وماليا يعني تخضع ولما الجهه وسروين تيدوين دولة ذا سروين تيدوين ذا سروين تموت ويسعر الحقي وكنا أدي الشم كما نيس الخدمة يس الخدمة يس السلطة كي المستقلة ماليا يعني تسعى البيجيس نتاث من لاجستيون السلطة ومستقل في البيجي نتسير الانتخابات ميزانية الانتخابات حاجة ثامس قاروز الحاجة الدوزيام السلطة كي تسعى كل الصلاحيات من العمليه الانتخابيه سك تاريخ الاعلان عن استدعاء الهيئه الانتخابيه غمث على النتائج انت يخدمن يشرفن في في المراجعه الاستثنائيه يعني العاديه للقوائم الانتخابيه يوث لو دوزيام انت تمدين استمارات الترشح انت فيك تشكيل بطاقه النخب انت فيك تمدين بطاقه النخب انت فيك تشكيل لجان المراجعه للقوائم الانتخابيه والغرس الفيشي الالكترال غرس انت فيك تفن الفيشي الالكترال انت فيك تمدين لا ليست الالكترال القوائم الحزبيه غير القوائم القوائم الحره بشرط وسعنا على الحق تمدني يون خلافي قلان ولي سعوا على الصفه باش يطلع في الناس تحت طائله التجريم اجعلت القانون وكانت تمدن يون خلافي قلان ويسعوا على الحق باش يدي غرس الجريمه يعاقب في الناس القانون وخا من الشرع السلطه كي انت يشرف في العمليات التحضيريه في قرن العمليه الانتخابيه يعني انت تفن ملفات من ترشح الاحزاب ديال القوائم الحره انت ثاني درس الملفات مقبولين ولا مرفوضين انت ثاني خدم قرار من قبول الرفض الترشح والا نرفض القائمه يسعى الحق باش يخدم الروكور لا شومبر ادمنستراتيف المختصه تيريتوريال من بعد انت ثاني يخدم مؤطرين العمليه الانتخابيه واذا كي يخدم لي بيرو دو فوت انت ثاني نخدم انت ثاني شرف اني يخدم اني يخدم مود لاغريمو المراقبين العمليه الانتخابيه انت اني شرف في الفرز من العمليه الانتخابيه غور سيدي لي تجميع المحاضر اللجان الانتخابيه البلديه المنسق الولائي الا العضو اللجنه الانتخابيه الولائيه انت ثاني مد النتائج النهائيه على مستوى الدائره انت ثاني هذا يخدم يبقى السلطه الاحكام الجديدين يديكوي القانون انك بريميرمون تكون رئيس السلطه مجلس السلطه يولي ديك 20 عضو تو 50 ولا 20 يستنقص وغرس الامتدادات كاس انتقار القانون امتدادات على مستوى الولايات تحت في كل ولايه ديك منسق ولائي وديك اعضاء المندوبيه الولائيه ومن بعد في كل بلديه البلديات الا منسق بلدي والمنسقين البلديين ديال الولايات رئيس السلطه مجلس السلطه الاني عينا ابريدا نسلب لي رئيس السلطه الوطنيه المستقله يبدل 16 المنسقين الولائيين من اصل 48 منسق ومازال 58 انا خاطر يسميو يهضر عشان اكيد درتي غبرك في انو غال التقسيمه كاين الله يحفظك برك خاطر الوقت ما خص النتو برك طبعا المندوبين على مستوى السفاراتنا يعني المصالح الدبلوماسيه والقنصليه الخارج المغربين المندوبين ونتو باللي السلطه غرس الصلاحيه ثمره باش تحول الملفات الى غرس الطابع الجزائي الى النيابة المختصة إقليم في قرار الأستاذ فالشيء كل زائد صلاحيات أخرى ربما الوقت ما نكفوش أنه على خاطر لقد الدواء الانتخابي ثم مثلا كنت كاس خسين الشيريم خاطر اللي كان زامي لقد نسفامي وكذا كاردي زوالين باللي كي اللي غسل بين تيدو دا إفكا يسوفود نايس تنيا لامر يوكني آدي سنقص الحساب يموكان يقلان ديك جماعة نواف لابيان لان 462 وغالد 407
ام كي دير الحسابات زيك كل مكان للبرلمان يلقى هذه السواق فازل 100 ديبوتي هذه السواق فازل 80000 ثورة هذه القانون كي اكس 72 تو دادي لا مراكز 72 تو دام كل 80 كل 120000 جزائريين ساعه الحق يون بمكان ذين اضيف كم 407 القانون النظام يلقى ياكل ولايات مدروس كل ولايه 93 لي ديبوتي دارنو اريوكين 10 ولايات كي تجديدين خاطر ثورة 58 ولايات كل 10 ولايات تجديدين ساعه 3 يمكن لي ديبوتي ما الى تقريبا ازيريين ايغلاندي ثمورثي فرانيين اللي مازال حسب نسن 8 يسعن لي ديبوتي الغور يعني اشوف غاد في كده جديد في التفاصيل افهمي كي تبنى يبنى التقسيمه كي امشي اي غريب نصوب الحساب مس بودان والله استاذ نور الدين شكون زايد كل شيء حتى هان كاين افكادي وكذا ما تقدرني غير لا كل حد نو اي سكاس سين سيرتي تاي غار يعني 462 نو غار 407 الفرق يمر نص نقص 55 مقعد سي البرلمان وترى غيش باللي المشرع راه ثقتيه الاعتبارات منها ربما باش نقص نخفض نسنقص قيسي المصاريف الماليه وشك السند باللي البرلماني يكلف خزينه الدوله ام الوزير ام كذا ام الوالي ام القطارات الساميه للدوله ربما دول الشيء الشيء دفع المشرع باش يروح الاتجاه تخفيض عدد المقاعد في البرلمان ثم ايضا ربما حتى المقر البرلمان مثل في الناس المرض قعدان والنبي اللي يولي كفوشه 462 فما بالك ندق غنرني المقعد ندق غنرني خمسه لكل الولايه يعني قار القانون القديم خمسه لكل ولايه على الاقل معناها غادي نروح على 512 وثم العدد اللي تناسبش الجزائر الصين وكذا اكثر منا كثافه سكانيه واكثر منا من حيث التمثيل الشعبي وكذا ومع ذلك البرلمان نسن ديس اقل العدد اللي غير مغير لانشين المهم نشين على كل حال نطرع ديس باللي ماشي معقول جدا كسن بعض الولايات ورجعن الولايات في جديد لانجينيز وشي لازم ثلاثه المقاعد لكل ولايه 10 في 3 ب 30 انت غنترني دي لان ولايات نقصنا من الاستاذ ستيفي قرك قصنا من ثلاثه دي بعد نتين نقصنا أربعة نشين ذي بذن قصنا نقصن ذي العاصمة قصنا سن ثلاثة وهكذا فقطعين الولاد اللي نقصنا قصنا ولا الولاد اللي نقصنا سن إيش تبرك ولا نسن وهكذا إذن إلى نوع من التوزيع المعقول والموضوعي ذي الشيء باش البرلمان هذي لي هذا هو المهم هذي لي أكثر تمثيل أكثر فعالية وأقل تكلفة الى اخره نشين برك نقارب باللي القانون اللي نسمي ديس الامر 21-22 يسيد اولا باش هذه يقير اذن تقسيم التنظيم الاقليمي للبلاد ثاني التنظيم الاقليمي نظميه القانون 84 اعتقد 84-09 يدرك سنه 1984 المعدل والمهتم فيه اكثر من مره خطر مش معقول ابدا باش نرني الولايات 10 الولايات وصلت تيليشه التمثيل الشعبي الناس المرسي قعدان وتتاكد المرثايا الولايات وليش غير الهيكل الولايات وليش الوالي الولايات وليش الامين العام الولايات ايضا التمثيل والمواطنين اللي غنمثلن في الدائره الانتخابيه اللي هي الولايه طبعا الولايات هو الدافع في الامال والطموحات والشيء خص الشعب المنطقيين في اطار الشرعيه القانونيه وغير ذلك ثم الولايات على كل حال شين لان امكيك نير المداخله في الاول في بدايه المداخلين نتمنى ندق لا قسم الولايات الى دائرتين انتخابيتين او اكثر امكي ان القانون العضوي تنظم الانتخابات القانون العضوي اللي هو الامر 21-01 يناد المواد النص ربما 124-96 يناد باللي ممكن انقسم الولايات الى دائرتين انتخابيتين او اكثر ما غفلنا نتمنى خطر باش هذين المواطنين غاد ينتخبوا اذا غاني مثل سي نور الدين انتخبن عن درايه انتخبن ونهن السنين انتخبن ونجم نحاسبن في نهايه العهده واللي شمع ميرا دائما تثلاي في الولايات الا المقر الولايات يبعث في مقرات الدوائر مقر البلديه اللي تبع ليت
الا ما تسنش حتى المترشحين زن ولا يذن ما تسنش حتى المنتخبين زن هذا غانتخب وهذه اللي ندير البرلمان خاصه ندير البرلمان اذا مشينا لنا من باب تقريب الاداره من باطن من باب الواحد ينتخب عن درايه وعن سابق معرفه عندي فوطا في نيس عندي فوطا الا في الانتخاب لا انتخاب لا برك اسمح لي خاطر قول انت دوق على 4 5 6 دقائق اول الخيار الاول اخي لا مرتك عدا الخيار الاول نعم ننتخب في القائمه في الليست اذا جريت ولكن الخيار الثاني وهذا هو الاكثر اهميه اللي ينتخب في ذلك الله مثلا صح يذن الله دافع صح يذن الله اروح هذا ادلين للمستوى الامال والطموحات الشعب تنمرت دكتور حتى تشبكي ولا شيني القرايه ينيك ومخ دي لا وفرق يمكنكي اذا سنقص 462 على 407 القانون الناقي تقسيم الدوائر الانتخابيه اللي يصدر الامر 21-02 انت دويد القانون الثاني قال لنا يسيدي يكمل نظام الانتخابات ذيك القانون الانتخابات ذيك القانون يتنظم تقسيم الدوائر الانتخابيه باش المشرع يطابق القانون تقسيم الدوائر الانتخابيه ذي القانون الجديد ذي الدستور الجديد توغي يلزم باللي رئيس الجمهوريه باش يدي يصدر يعني كان منتظر باش يدي يصدر الامريه تقسيم الدوائر الانتخابيه الشيء الملاحظ في القانون هاكي يسنقص عدد النموكان في البرلمان 462 407 يعني اكس 55 نموكان الاسباب ما في اكس العدد 55 نموكان اذا كردوا انت الاستاذ الدكتور موسى يعني الى السبب الاول سبب اقتصادي باش يقلص النفقات الميزانيه للبرلمان السبب الثاني باش يلي تمثيل باش ديلي تمثيل حقيقي يلي تمثيل حقيقي لانه البرلمان ما يعدان 500 600 ولي قمار هذا البرلمان يعني يلزمني روحي البرلمان لا كريم دو لا سوسيتي ثورا يلزم الشعب سورتو مدي مود القانون لا بوسيبيليتي الاختيار سك الجامعيين سك الخالات سك ذاك يسعى عند خبرة فرصة باش المهمة تم قرارة من البرلمان غرس دور رقابي وغرس دور شريعي والدور الرقابي دور مهم إفكاد دستور جديد وسائل الرقابة للبرلمان في الحكومة تم قرانين إفكاس الحق الاستماع لأي عضو من أعضاء الحكومة إفكاس الحق باش يخدم لجنة تحقيق برلمانية إفكاس الحق باش يطرح لنا أسئلة شفوية أسئلة كتابية يلزم البرلمان هذه عاصة الخدمة للحكومة باش يعاصة الخدمة للحكومة إفكاس الحق باش يسحب الثقة إفكاس الحق باش يخدم ملتمس الرقابة يخدم الاستجواب ولتصوي طرف المخطط عام للحكومة وبالتالي استقال الحكومه وجوبا في كي تجمع النواب كي يعني لا بي ان الى قسيلي وكذا يلين ديس وكذا سي بور سا القانون وكذا السنن تسرتيت وسنن القوانين فوالا سي بور سا دي سنقص القانون باش ديلين الشعب يلزم لي خيار الولايات من هنا يمثلني دي صاحب المستوى التمثيلي تي هاد الاعتبارات ابي بري ما في دي سنقص القانون شي الاخر كاين يعني الراي وسقراي الدكتور موسى مدينا تو 8 الامر هي تقسيم الدوائر الانتخابيه باش قمار الولايه تمثل الدائره الانتخابيه خاطرش من قيم الولايه تمثل الدائره الانتخابيه يولي التمثيل شويه ماشي حقيقي لانه الولايات تم قرانين يزمر العبد الولايه السنات الدائره يسناك البلديه والسناره الدوائر النطني نتمنى باش يفعل المشرع تقسيم الدائره الولايه الى عده دوائر انتخابيه ما يبغى سنات الدوائر ثلاثه تخدم تشن الدائره الانتخابية التمثيل حقيقي العباد ميدي راح نيفوتي وكان في فين سنين علم المثل غور وين غور دي سطيف وين يزدان دي عموشا ويزرارا وين يقلان دي عين والمان والعكس فوالا ميدي ليك يعني الدوائر الانتخابية تيم الزياني الناخب يسن المترشح والمترشح يسن الناخب يزمر المترشح يزمر ينقل انشغالات المواطن السلطات العموميه ويزمر الناخب باش يحاسب الممثلين باش مالو اللي خدمه راه مليح وحسين مثيله راه مليح الانتخابات سيدي سدان اثي عقب انتخابيين وتفو طرف الناس اثي حاسب اخي يوكا اذا نطور اخي نزمر نطور الديمقراطيه التمثيليه اخي نزمر نمد الفرصه الكفاءة الجدارة باش دي واللي بني يطرح على البرلمان حاشا وإذا كي يستاهلن وإذا كي يقران
وإذا كي سعى التجربة وإذا كي قلاني خير الشعب سعى لا كريديبيليتي كلا سوسيتي ديولي ديولي تولي الثقة أسيري تصدق تولي تصدق ويلي الثقة أديري لامان ديال وجدو ديال الشعب أكل وكاد إيه تيحتمد وكاد ديك التسويق نسيسمي يعطيك الصحة وخاطر مازال تنتقد نظن نوفا تكفى جالية فقط النص دقيقة هادي قاربو مزيان قيمنا نتسني فعلا جينا نتمنى المقاعد ونتمنى خاطر العدد نظام قرن نتمنى سواء كان رنينا سنسن المقاعد مثلا ومجلس الامه ايميرا سيمي يرتفع عدد الاعضاء البلديات سيمي صار عدد البلديات يرزم سنرنيني كذلك والتقييم كان 144 ايميرا غاد ولا 166 166 خطر بمعدل عضوين يعني في مجلس الامه لكل ولايه تنمية تعطيكم الصحة في نقيت كان كفد دي مسلاية مسبود هنا خطر زرامولا ذاسقامو اللوما مازال إلى يمين نرنا الحساب الولاية سي 48 58 والقانون كيقارد كل ولاية تسعون سين إموكان يعني دي السيناتور وكذا يرين دينا دي كسقامو اللوما زيادة غاف أمور نيويس لثان إكتسمي وسلوين تيدو أدنو على غوصة دي نوفا ثنغ إديدون أعطيك صحة بس مسابود هنا يمين ميلتيكل تصدر نوفايكي نغت المير سفيني دني لك وفي التفاصيل لك يتفكر دكتور عمر حتى طاش عطيك صحة سميتها تشيني توسد سي سداويث نمسيلة ذنب الصغار القانون ومسبود هان سي ذاكي سداويث نلزاير ثمانا تنمير سفيني دني يتفكر مكوكا ذي نوفايكي وان شاء الله الدوغان ميتا كل تنير ان شاء الله يعطيكم صحة تنمير ثنون تنمير يكون غادي طفرنا كذي نوفايكي انا تنمير لان يتربع تكنيك ستوديو ويسفان تلفزيون الجزائر تنمير في من اللي دودي نلسكي على السكريبت بوزين سلاخ يسوف هذا النوفا جاكم دينا لتوفر ميباربين